وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نايف توفيق العلوي مؤسس شركة إيزي. مرحبا بك أستاذ في نشرة الثالثة، وما هي أبرز الجهود التي بذلتموها طوال العام وتوجت بحصولكم على هذا اللقب؟ مرحبا، مساء الخير. أولا في البداية طبعا أود أن أهدي هذا التقدير والإنجاز لمملكة البحرين وعلى رأس سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والعهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. طبعا مما لا شك كان له تأثير رؤية سيدي جلالة الملك المعظم وتنفيذ سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذه الرؤية دور الرئيسي والبارز في خلق بيئة عمل اقتصادية قوية، واللي جعلت طبعا مملكة البحرين تتصدر دول المنطقة والعالم وتنافس في مجال التكنولوجيا المالية، والذي يعد طبعا وسام يضاف الى رصيد او سمة انجازات مملكة البحرين في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا على المستوى الاقليمي والعالمي. طبعا اود ايضا ان اقدم خالص شكري تقدير لسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مناطق البحرين المركزي اللي من كله كل الشكر والامتنان لدعمه الدائم واللا محدود لنا احنا طبعا ولكافة القطاع المالي مملكة البحرين. طبعا كل فخر يشرفنا كشركة بحرينية من ضمن كافة الشركات المالية منطقة الشرق الاوسط ان نتصدر قائمة فوربس والحصول على لقب اقوى 25 شركه تكنولوجيا ماليه في الشرق الاوسط، والذي هو لا بشك يعني طبعا محطه اعتبار تقدير اقليمي وعالمي لشركه بحرينيه ان تتبوى هذه الصداره التي تخدم مملكه البحرين في استقطاب مزيد من فرص تطوير الاعمال وجذب فرص استثماريه كبيره عالميه كبرى لمملكتنا الحبيبه. وطبعا من ناحيه الجهود اللي احنا قدمناها، احنا طبعا في عام 2021 قمنا باطلاق منصة مدفوعات نقاط البيع إيزي باي بوينت اوف سيل، اللي طبعا احنا تسمح للتجار المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة قبول جميع المعاملات الدفع اللاتلامسية والتلامسية بالإضافة للبوابة الإلكترونية الأونلاين، بحيث نتيح أيضا قبول أحدث وسائل الدفع الإلكترونية عبر المحافظ الإلكترونية المحلية مثل بنفيت باي والعالمي مثل أبل باي، واللي مكنتنا طبعا صراحة أن نقدم خدمات في 2021 إلى أكثر من 900 تاجر وأكثر من 5692 نقطة بيع في مملكة البحرين، واللي أسهمت الشركة بمعالجة معاملات قيمتها أكثر من 794 مليون دولار في العام السابق 2021. نعم، الأستاذ نايف توفيق العلوي مؤسس شركة إيزي، شكرا جزيلا لك.